السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا دي انستركسيون لي جداد اللي هما الار اس والاس ار. كنا كنعرفوا بطبيعه الحال اللي قاري الالكترونيك غادي يكون قاري لي باسكول ار اس ولي باسكول اس ار. دونك حتى هما كاينين في هاد سيماتيك ماناجر. غادي نمشيو لاخر بروجي كنا حالين هنا. كما كتلاحظوا معايا في البيبليوتيك عندنا ار اس وعندنا الاس ار. دونك غادي نديرو الفرق باش نشوفوا الفرق ما بين هاد الاس ار والار اس. هنايا كنعطيو بطبيعة الحال غادي نديرو عاد الانتريبتور هنايا وغادي نديرو انتريبتور اخر هنايا غير واحد. وانا في لاسورسي غادي ناخدو السورسي ديالنا. غنبداو بالباسكول ار اس هنايا في هنا غنعطيو لادريس الاولى او 124.0 وهنايا ناخد او 124 .1. هادو دي زادريس ديال لي زانتيريبتور اللي غادي نتعامل معاهم. وبالنسبه لا سورتي ديالنا غناخد او 124.0. عفوا راني كنقول او واخا كنكتب ا كنقول او ولكن ما تديوش عليا. المهم عندنا لا سورتي كتبتها دائما ب ا لكن خدامين فرونسي و كي لكن خدامين بلونكلي. بالنسبه لهاد ار اس غادي نعطيوها واحد لادريس مثلا نعطيوها ام 10.0 وعد المومنتو ولا الميمونتو. اوكي غادي نشوفو دابا الفرق ما بين الاس ار والار اس. لكن قبل واخا نديرهم بجوج في نفس الوقت غنزيدو عد ستار اخر اللي غادي ناخدو فيه الاس ار وغادي نعطيوه ادريس ام 10.1. هنا غادي نديرو حتى هو نفس الشيء ديزانتيريبتور. هذا غادي نسميه او 124.2 والاخر غادي نسميه او 124.3 ولا سورتي اللي عندنا غادي نسميوها ا 124.1. وغادي نديرو لا سيميلاسيون ديالنا. قبل ما نديرو سيميلاسيون خصنا نشارجيو البروغرام هو اول حاجه. غادي نديرو وي غنديرو فيزواليزي باش يبان لينا هذاك الشيء اشنو كيوقع. بطبيعة الحال تقدروا تلاحظوا معايا ان هذوك لي كومونتير ما بقاوش راني حيدتهم غير من افيشاج افيشي افيك كومونتير. دونك انا ما كومونتير غادي غير يبرزطني ما غاديش يخليني نخدم على راحتي. ديجا انا ما تنستعملوش علاش غادي نافيشي. غادي نمشي للسيميلاتور ديالنا. بطبيعة الحال لو بغيتو تعرفوا كيفاش هاد الهضره دائما تنبقى نعاودها لو بغيتو تعرفوا كيفاش نجبدوا سيميلاتور ترجعوا للفيديو الفيديوهات الاولين غتعرفوا منين كنخرجوه. بطبيعة الحال هنايا عندنا غادي نديرو مود ران بي. الانتريبتور غادي نتعاملو بعدا اول حاجة غنتعاملو مع الباسكول ار اس الاولى. دونك لادريس الاولى اللي كنا باش كنديرو سيت كنديروها ب او 124.1 وباش كنديرو الروزيت كنديروها ب 124.0. دونك الا وركنا على الروزيت ما كاين والو حتى الريزولتا كتكون فيها الزيرو. الا وركنا على سيت وحيدنا ايدينا على سيت هنا الريزولتا ديالنا كتبقى مأكتيفي. دونك الا بغينا نديزاكتيفيو كنوركو على الروزيت الروزيت عفوا. دونك الروزيت كتديزاكتيفي علينا. ولكن في الحالة اللي وركنا عليهم بجوج اشنو كيوقع؟ دونك كنوركو على هاد الانتيريبسور والانتيريبسور اللي تحت منه فوالا وركنا عليهم بجوج عطاتنا في الريزلتا نيفولوجيك ان. عقلوا معايا مزيان مني وركنا عليهم بجوج يعني عطينا السات الروزات بدقة وحدة عطيناهم بجوج ومن نيفولوجيك ان لا سورتي ديالنا عطاتنا نيفولوجيك ان. غادي ندوزو دابا للباسكول اس ار. هنا قلنا لي زانتيريبسور ديالنا كنديرو السات بالاو 124.2 والروزيت كنديروها او 24.3. دونك الا درنا السيت راه كتاكتيفي علينا هاد ليطا. الا درنا الروزيت تديزاكتيفا. ولكن الا وركنا عليهم بجوج فوالا الا وركنا عليهم بجوج لا ميموار هاد لا سورتي ديالنا كتكون ديزاكتيفي. دونك هذا هو الفرق ما بين الاس ار والار اس. الار اس لاحظوا معايا عقلوا معايا هاد الكلمه اللي غنقول الار اس روزيت سيت. سيت هي اخر حاجه دارت. دونك لا سورتي ديالنا غتكون نيفولوجيك ان غتكون فيها سيت. وبالنسبه للاس ار
اس هي السات، ار هي الروزيت، دونك اخر حاجه دارت يعني ار جات هي الاخر، اخر حاجه دارت هي الروزيت، دونك غتعطينا لا سورتي ديالنا فيها نيفو لوجيك زيرو. دونك هذا هو الفرق ما بين سات و الروزيت. لاحظوا معايا، نحيدهم حنا كاع من الاول. فوالا، انا ندير مثلا في هاد لاباسكول ار اس، اول حاجه غادي نورك عليها هي سات، ولا اول حاجه غنورك عليها فوالا هي السات، واخر حاجه غنورك عليها هي الروزيت. فوالا السات ديالنا لادريس ديالها هي هذه، الروزيت انا اخر حاجه غنورك عليها هي الروزيت، ولكن واخا هكاك لا ريزلت ديالنا بقات في النيفو لوجيك 1. هاد القضيه ديال اخر حاجه وركتي عليها مقصرنا بالباسكول اللي خساريتي، يعني السميه ديالها كيفاش مكتوبه، واش ار اس ولا اس ار؟ ار على حساب هذاك الحرف الاخر، لكان الاس هو الحرف الاخر، دونك راه السات هي اللي عندك، هي اللي كتكون عندك عندها لافونتاج. الا كان الحرف هو الار يعني الروزيت، دونك راه الروزيت هي اللي عندها افونتاج، واخا تورك عليهم بجوج. هنا بالنسبه للباسكول ار اس هي كتكون السات هي اللي عندها لافونتاج، بالنسبه للباسكول اس ار الروزيت هي اللي كتكون عندها لافونتاج. هذا هو الفرق ما بين ار اس والاس ار، عندهم نفس الدور تقريبا، بحالهم بحال هاد السات بوحدها والروزيت بوحدها. السلام عليكم ورحمه الله.